أعلى مغارات الفريق مؤهلة لأن تصبح محورا دوليا بالنقل والتجارة بين مصر وأفريقيا، بل ومنطقة جذب الطلاب والدارسين الأفارقة، وذلك من خلال ميناء قنصل البري الذي سيتم افتتاحه قريبا على الحدود المصرية السودانية باستثمارات تصل ل 47 مليون جنيه، والميناء يقع على طريق أسوان حلفة كمحور شرقي بطول 70 كيلو متر. كما انه من المقرر انشاء ميناء ارخيل البري على الجانب الغربي خلال عام ونصف، والميناء سيتم انشاؤه فور الانتهاء من رص طريق تشقى ارخيل كمحور غربي، والذي وصلت نسبه التنفيذ فيه الى 50%، لتساهم الموانئ والطرق الدوليه الجديده في احداث نقله نوعيه هامه في حركه التبادل التجاري ليس بين مصر والسودان فقط، ولكن مع افريقيا كلها، مما سيضيف اسواق جديده ويوفر معها فرص عمل للخريجين سواء من الاكاديميه او جامعه اسواق، والتي قامت بتوقيع اتفاقيه توأمه مع جامعه دنقله لتصبح الجامعه هنا مسؤوله عن اداره الجامعه المصريه بالسودان بناء على قرار من المجلس الاعلى للجامعات. وفي النهايه اتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد الدكتور اسماعيل عبد الغفار على حرص سيادته بالمشاركه معنا فرح تخرج ابنائنا من طلاب الاكاديميه، كما احيي المسؤولين بفرع الاكاديميه باسوان على جهودهم وابداعهم في اداء رسالتهم العلميه والوطنيه وحرصهم على توظيفها للالتقاء بمجتمعهم المحلي، كما اتقدم بخالص التهنئه القلبيه لابنائنا من الطلبه والطالبات الخريجين في مختلف الانشطه العلميه، واتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح ولمصرنا كل تقدم ورفعه وازدهار، واتمنى من خريجي هذه الدفعه ان يهتموا باسوان، لا يهاجروا اسوان